ونترضى عن آله وأصحابه الأئمة وعمن سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم إلى يوم الدين، اللهم وعلينا معهم يا رب العالمين. قال الله تعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. هذه الآيات الكريمات فيها تجلي وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن هذا هو الأصل لكل إنسان يريد الوصول إلى الهداية والخير والنعيم المقيم، فلا بد له أن يكون مقراً تمام الإقرار بوحدانية الله عز وجل. ووحدانية الله سبحانه وتعالى يبنى عليها كل خير يصل إليه العبد المؤمن الموحد في دنياه وأخرى. تقول الآية الكريمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال المفسرون رحمهم الله تعالى في الآية الكريمة: تقديم وتأخير. كيف تقديم وتأخير؟ قال: تقديم لكلمات كي يرتبط الكلام ببعضه فيصبح أقرب إلى أذهان السامعين. قال: لما إذن رب العزة لم يقدمه ويؤخره؟ لأنه أبلغ في التعبير الرباني، والقرآن نزل بكلام العرب بلغة العرب ولهجتهم، ولهجة العرب حينما يكون فيها تقديم وتأخير وحذف بعض الكلمات ووجود بعض الكلمات في مكان، هذا بلاغة عظيمة يشد أذهان السامعين. ما المقدر؟ قال: شهد الله والملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هو. شهد الله والملائكة وأولو العلم بما شهدوا أنه لا إله إلا هو. والآية تقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أقول هذا أبلغ، لذا ساقه رب العزة سبحانه وتعالى، والقرآن أنزله كما قلنا بلهجة العرب وكلامه. كما قلنا يا أيها الكرام، هذه المسألة العظيمة وحدانية الله عز وجل هي مسألة قد تكون بالنسبة إلينا سهلة، لأن الله أكرمنا بتوحيده ومعرفة أنه واحد لا شريك له، لأننا ولدنا بين مسلمين، آباؤنا وأمهاتنا وأهلنا وجيراننا وأصحابنا كلهم مسلمون. وأما إن كان الإنسان في جو ومجتمع يشرك بالله عز وجل، لا يعبد الله تعالى وحده، يضع معه أوثانا وآلهة يعبدها من دون الله، وتفكر من بينهم إنسان فوصل إلى الحق وبحث عنه فعرف أن هذه الدنيا لا يكون فيها إلا خالق واحد، كما قال الله تعالى: لو كان فيهما، أي في السماء والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي السماء والأرض. فوصل هذا المتعقل إلى التوحيد، ولكنه في جو كله كفر وضلال، فكم سيحارب ويجاهد ويتحمل ويصطبر حتى يكون واصلا إلى الحق الذي اهتدى إليه بفطرته أو بدعوة داع له، ومن ثم يقف صلبا حتى يثبت على وحدانية الله ويبقى عليها ويموت عليها، رغم أن الجو المحيط به كله ضلال في ضلال.
لذا حينما تعرف أن الوحدانية شيء بالنسبة لك سهل لوجودك في جو كله موحد، لكنه شيء عظيم جليل كبير في جو بين أناس لا يوحدون الله عز وجل، تعرف مقدار هذا التوحيد الذي أكرمك الله تعالى به. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن التوحيد الذي هدانا الله تعالى إياه هو التوحيد الذي أكرم الله تعالى به عباده المجتبين المصطفين الأخيار، وعلى رأسهم الملائكة وأولو العلم. وكم في هذه الآية من تعظيم كبير جليل خطير من قبل رب العزة سبحانه وتعالى لأولي العلم. الله تعالى قرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى، فكم قيمة العالم عند الله عز وجل إذا كان قد قرن شهادته بشهادته هو سبحانه وتعالى؟ كم قيمة العلم وفضله عند الله عز وجل؟ وقد أشرنا البارحة في الآية الكريمة في سورة الجمعة أن الله تعالى ذم العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، وذم الذين يلتفتون عن العلم أصلاً فلا يتوجهون إليه لا تعلماً ولا عملاً، حينما عاب على اليهود فقال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هنا رب العزة يشير إلينا إلى أن العلماء الحقيقيين هم الذين يعملون بعلمهم. قال: من أين استنبطنا هذا الكلام؟ قال الله تعالى: وأولو العلم فقط، لم يقل العاملون. قال الله تعالى يقول: شهد الله كما قلنا والملائكة وأولو العلم. إذن هم ماذا فعلوا؟ شهدوا، والشهادة ما هي؟ عمل. فإذن هم عاملون بعلمهم. هؤلاء هم الذين يريدهم الله تعالى ويرفعهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهؤلاء يا أيها الإخوة هم كما كانوا يقولون في الزمن الأول، هم الدرر اليتيمة، هم الياقوتة المفردة، اليواقيت المفردة، هم الكبريت الأحمر كما كانوا يعبرون قديما، هم الذين ينبغي على العبد المؤمن أن يبحث عنهم ليندرج في سلكهم فيستفيد منهم وينتفع منهم حتى يدخل في هذا الطريق النوراني الذي جعل الله تعالى أصحابه مقرونة شهادتهم بشهادته هو. ابحث عن العالم الرباني العامل بعلمه، وتسمعون كثيرا كلمة العالم الرباني، وكثير من الناس يتساءل ما معنى الرباني، عالم رباني. الله تعالى أشار إلى ذلك في كتابه فقال: والربانيون والأحبار. الرباني أي الذي لا يتوجه في حياته في كل عمل يقصده إلا إلى ربه عز وجل، تعلقه بعلمه وقصده من علمه رضوان ربه سبحانه وتعالى، هذا هو العالم الرباني. فهؤلاء يا أيها الإخوة يبحث الإنسان عنهم حتى يصل إليهم، فإن وصل إليهم فهم هداته وأدلته إلى التوحيد الذي به مرضاة الله عز وجل. أخرج الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الكبير من حديث غالب القطان وهو أحد أتباع التابعين رحمه الله، قال: قدمت بلدا أريد أن ألقى الأعمش. والأعمش هو أحد التابعين وهو من العلماء الربانيين الذين التقوا بعدد من الصحابة، والتقى هو وصاحب وأكثر من صحبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
غالب القطان من تابع التابعين، وتابع التابعين هم الذين لقوا التابعين، والتابعون هم الذين لقوا الصحابة، والصحابة هم الذين لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. غالب يقول: قدمت إلى بلد كذا أريد لقاء الأعمش، فلقيته فمكثت عنده شهرا أستمع له، فلما كان اليوم الذي أردت الرحيل فيه جئته في الليل فإذا هو قائم يصلي يتهجد ويقرأ قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام، ويرددها. فلما فرغ من صلاته قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله وأستودع هذه الشهادة وهي وديعة لي عند الله إن الدين عند الله الإسلام. يقول الأعمش رحمه الله: وأنا أشهد بما شهد الله وأستودع هذه الشهادة وهي وديعة لي عند الله إن الدين عند الله الإسلام. فجاءه غالب القطان فقال: لقد سمعتك تقول كلاما، أسمعته من أحد رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تسمعون أو تقرؤون أحيانا يكتبون حديث مرفوع حديث موقوف. حديث المرفوع هو الذي يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعه أي نسبه إلى رسول الله. والحديث الموقوف هو الذي يقوله الصحابي بنفسه ولا يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن له حكم الحديث بشكل عام وإن لم يرفعه. قال: أعندك فيه شيء رفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لا أحدثك بهذا إلا بعد سنة. لما؟ لأنه يريده أن يتعلم حتى يكون من هؤلاء الذين يندرجون في هذا السلك النوراني الرباني، العلماء الحقيقيون الذين يرضى الله تعالى عنهم ويرفع شهادتهم إلى أعلى المراتب. قال: فمكثت عنده سنة يلعب بها، لا يتعلم منه، يتعلم من علمه ويستفيد من عمله. وهكذا كان العلماء، ليس كما يقال بيع كلام، تجلس عندي 3-4 مرات ثم أقول أنت مجاز في كل العلوم. أي علوم هذه التي أجزتك بها؟ وما الذي سمعته وعرفته من علمك وعملك حتى أجيزك فيها؟ العلماء كانوا يجلسون السنوات الطوال بين يدي شيوخهم ويلازمونهم صباحا ومساء، متعلمين منهم منتفعين بهم حتى يخرجوهم ويأذنوا لهم في التعليم والتوجيه والنصيحة. قال: فلما كانت سنة قلت يا أبا وائل، وهو لقب الأعمش، هذه سنة قد مضت، أفلا تقول لي؟ فقال: نعم، سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال هذه، أي الكلمات، وأنا أشهد بما شهد الله وأستودع هذه الشهادة وهي وديعة لي عند الله، بعد أن يقرأ الآية إن الدين عند الله الإسلام، من قال هذه وقف أمام الله تعالى يوم القيامة فقال الله تعالى: إن عبدي هذا قد استودعني وديعة وأنا أحق من وفى بالعهد والوعد، أدخل عبدي الجنة. والله يستحق أن يجلس لها سنة، رحمه الله تعالى. فهذه الآية يا أيها الكرام على وجازتها وسهولتها فيها من المعنى والإشارة الشيء العظيم، الإشارة إلى توحيد الله الذي أكرمك الله به
واجعله ديدن حياتك، واعرف أنه شيء عظيم هداك الله له حينما كما قلنا تذكر غيرك ممن لم يعش بين الموحدين المؤمنين وعاش في جو ضال بعيد عن الدين. ومن ثم اعرف فضل العلم والعلماء وما جعله الله تعالى لهم من مزيد مقام ورفعة عنده. والثالثة، ينبغي على العبد المؤمن بعد أن سمع مثل هذا الكلام أن يتوجه إلى العلم الذي يرضى الله تعالى عنه بسببه توجها طيبا مهتما بذلك اهتماما كاملا. فالعلم يا أيها الكرام شأن عظيم، وليس معنى ذلك أن يعني أنتسب إلى مدرسة أو جامعة أو كذا حتى أحصل شهادة معينة وأفرح على هذه الشهادة وأتباهى على الناس بها، ليس المقصود هذا. وإلا لكان سلفنا الصالح من 100 سنة تقريبا إلى زمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ما كان عندهم لا مدارس ولا جامعات ولا شهادات. ليس العلم مجرد الشهادة، العلم تحصيله من طرق حلقات العلماء، ما أقول كمثل حلقتنا، أي حلقة تجد فيها علما نافعا فالزمها، أي حلقة في أي مكان تجد فيها علما نافعا فالزمها. حلقة تعلم القرآن العظيم تفسيرا تجويدا فهما بيانا، احضرها الزمها. حلقة أخرى تعلم حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحا وتفصيلا الزمها. حلقة أخرى تعلم أحكام الفقه أحكام الشريعة والدين وجدت فيها نفعا وهي من أعظم ما ينفع بإذن الله الزمها. حلقة أخرى تعلم الإنسان أنه لا بد صائر إلى الله تعالى، وهو ما يسمى بالموعظة، وهو علم جليل. الموعظة النصيحة التذكير بالموت وما إلى ذلك، إن كان من قلب صادق لعالم صادق كان من أكبر المؤثرات في الإنسان. حلقة تعلم مصير الإنسان وتوجهه إلى طاعة الرحمن ينتفع بها إلزمها. كل حلقة تجدها في مسجد في بيت في مكان فيها علم نافع فالزمها رحمك الله تعالى. ولا تكن ككثير من الناس يقولون أنا أعلم ما عند كل طلاب العلم، أنا أفوقهم بالعلم. كثير من الناس ويكون هو في شأن علمه من أجهل الناس للأسف، لكنه يستكبر أن يجلس في حلقات العلماء. جاء 3 نفر كما في الحديث الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا بين أصحابه، أي في مجلس يعظهم ويعلمهم فيه. 3، قال فأما الأول فنظر من بعيد ثم اقترب حتى دخل في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فنظر ثم دنا من الحلقة فجلس قريبا منها، وأما الثالث فنظر ثم أدار ظهره والتفت ومضى لا يلوي على شيء. فلما انفض الناس، انفض هؤلاء 3 ذهبوا، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا أخبركم عن 3 في شأن العلم؟ هل هذه الحلقة حلقة علم؟ وكما قلنا بعض الناس ينفض عنها، ألا أخبركم عن 3؟ قالوا بلى. قال أما الأول فأوى الله إليه، أي ضمه إلى كنفه ورحمته ولطفه وفضله، دخل في الحلقة. وأما الثاني جلس قريبا منها فاستحيا الله منه، هو على خير لكنه ليس على تمام الخير، استحيا الله منه لن يعطيه كمثل الأول. وأما الثالث فأعرض الله عنه. لا تكن كمثل هذا يا أيها الكريم المسلم، لا تكن. مجلس فيه علم اجلس ولو لحظات، قل أندرج في سلك طلبة العلم،
قد تسمع كلمة موعظة يرق لها قلبك، أو حكما شرعيا، أو تفسير كلمة من كلام الله، أو معنى حديث نبوي شريف تنتفع به أنت وغيرك، وتكون حامل علم وتندرج في سبك طلبة العلم. ولا تكن كمثل ذلك الرجل الذي أعرض فأعرض الله عنه. اللهم اجعلنا جميعا علماء عاملين من رحمتك ممتلئين. الحمد لله رب العالمين.